غلط رؤوف، هذا تصرف ما هو مدروس. هذا اللي صار. بس انت وعدتني، نحن متفقين انك ما تتصرف شيء بدون ما ترجع لي. انت وعدتني ما تحك راسك اذا ما خبرتني. مكسور، كنت مكسور، قريت حالي غير اقول الحرس رح وصلوا على البيت. اتصلت معي وبدها تيجي لعندي بكره، اكيد مشان تحكي لي. يعني حضرتك ورطني بقصه ما انا محسوبه. قلت لك انا ما كنت بوعي. لك يا رؤوف، من اول ما عرفتك عليها وانا عم اقول لك هالبنت مو الك، مو الك، ما كنت تصدقني. حبيتها. والنتيجه شو؟ فوتنا بقصه الى اول ما لاخر. انا شو انا عامل؟ شو بعرفني؟ بتعقد كل القصص وبعدين بدك يعني حلها بدقيقه. بصراحه رؤوف، هالمره حاسس انه ما راح احل. ارى شو؟ ما بيصير تطلع بدون ما يكون في تسويه، ما بيصير. يعني امبارح كنا عم نخطط لاعتقالها، بتقوم اليوم بتطالعها؟ لك يا اخي البلد تغيرت، ليش ما عم تفهم؟ البلد تغيرت، انت محتجز حريه مواطن بشان شخصي، ومسؤول كبير بالبلد صار عنده خبر بهالشيء، ما كان لازم سماهر تطلع قبل ما ينحل هالملف. وطي صوتك. هلا انا عم بحكي مع ضابط ولا مع صديق؟ اذا ضابط بنقول لك احترامي سيدي ومنسكر تمنا، ما بنقول نحكي ولا كلمه. رجعت محل الجو بدي اشوفها. شو؟ انا بدي ارجع احاول. لك يا رؤوف، طريقتك هي ما رح تجيب نتيجه. شو صاير لك يا رجل؟ شو صاير لك؟ انا بحاكيك بوادي بترد علي من وادي ثاني. انت بدك اياها ترجع تحبها، انا عم حاول لفلف قصه ابوها وقصه تربيتها بالحبس مع امها. تعمل اللي بدها اياه، انا هذا الموضوع كله ماني سائل عنه. لك هو هذا الموضوع اللي بده حل، الباقي كله علاج. انا الموضوع اللي شاغل بالي وشها اللي تشوق. رؤوف اسمعني منيح، اقسم بالله اذا هذا الموضوع ما تلفلف الدائره رح تكبر والطريقه بتخوف. رغم كل هذا الحكي رؤوف ما بيخاف. ما بيصير يا اخي، ما بيصير ما يخاف، اللي بيغلط لازم يخاف. بعدين اذا مالك خايف ليش بعت وراي؟ بعت وراك مشان نحل موضوع الطلاق، مشان موضوع التشوهات اللي بوجهها. انا حكيت مع دكتور وقال لي الموضوع بسيط وبنحل فورا. يا سيدي بكره بتشوف. سماهر رح تملي الدنيا كلها صراخ، وما جيتها بكره لعندي بهالخصوص رح تتفاجئ انه ورطتنا رح تكون كبيره كثير. اللي مجنني انه مو فرقاني معها تطلع قدام الناس قبل ما تحل مشكله وشها. لانها وحده غبيه. والله والله يا رؤوف، حط لي تعليقاتك على جنب واسمعني منيح شو بدي اقول لك. مخلوقه انا عرفتك عليها، بس بعد ما اكتشفت انك ضابط اضطريت الا اني ما كنت بعرف واني قطعت علاقتي فيك. بكره جاي تستشيرني، انا لازم احسسها اني واقف معها. شو يعني؟ يعني لازم ضل واقف جنبها لحتى تضل واثقاني فيه. ايه؟ بعد ما نعرف شو في براسها بنشوف كيف بدنا نحل الموضوع. مجنونة، أكيد بدها تعمل لي مناضلة وتنتقم. مجنونة والله يا خوفي، نحن اللي نكون مجنونين. سمعت
بخير استاذ فراس. صباح محمود، كيفك؟ لا لا بس لانه فاهم من النوم ما فيني شيء. تسلم. لو سمحت استاذ فراس، انا بس بدي اطلب منك خدمه. بدي امسيه شعريه عندك بالمركز بس بسرعه كثير، اليوم بكره باسرع وقت ممكن اذا بتريد. كثير منيح، بحكي معك المساء. شكرا شكرا. ماما جبت لك المي السخنة. يا رب قام كسر ايدي. يا رب يا رب يا الله يا رب. شو بدك تعملي مشان وشي؟ بدي اعمل امسية. امسية شو؟ امسية شعر. انا عم اسألك عن وشك شو بدك تعملي. ايوه وانا عم بحكي لك عن وشي. لك بنتي بدك تعملي امسيه وانت وشك هيك؟ ايه ماما، لازم المتلقي يشوف الشاعر قديش بيعاني. بنتي انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ طمني امي، لسه ما جنيت بس بدي خلي الدنيا كلها تشوفني وتسالني شو بوشك. ايه وبدك تحكي؟ اكيد. لك يا بنتي ببوس ايدك، ما عاد بدنا مصايب، نحن مو وش بهدل. خلص امي، انت بس تحسي حالك قويتي وفك التعب عنك، احملي حالك وروحي لعند خالي. يا امي انت شو بدك تسوي؟ شو صاير لك؟ انا مثل البدو، ما باخذ عزا ابي لرجع كرامتي وكرامته. يا امي ببوس ايدك، نحن ما لنا قد وما لنا قد اللي وراه. يا ماما نحن بشر، نحن ناس، مو من حق حدا يلعب بكرامتنا ويهيننا. عم يحكوا المسؤولين انه خلاص الاحوال تغيرت، صار في حق مواطنه. لنشوف، يا اما هن بيطلعوا كذابين وعم يضحكوا علينا، يا اما رؤوفي بينداس. يا بنتي بكفي بكفي، انا خايفه عليك، انا باقي لي كم يوم بهالدنيا وبموت، بس انتي بعيد الشر يا امي، بعيد الشر، الله يطول بعمرك. بس يا امي من شانك ومن شاني ومشان روح ابي انا لازم ارتاح، لانه انا اذا بترك القصه بجن بهستر بسوح بالشوارع. ماما انت مالك حاسه فيني، انا طول ماني قاعده قاعده عم بتخيل ابي هون وهون وهون وهون، عم بسمع صوته طول الوقت. امي ساعديني، بدي ارتاح بدي ارتاح بدي ارتاح. ايش انت فكرك؟ ما بتمنى اشوف الدنيا كلها عم تدوس علي بنتي، بس الخوف الخوف لك يا يلعن ابو الخوف. صار لي أكثر من 3 شهور ما نزلت شي على النت. سماهر المقالة خطيرة كتير، حتى المثقفين عم بيقولوا هذا انتحار. العمى لهالدرجة؟ وأكثر، الكل عم بيتساءل ليش سماهر لا تفتح النار بهالطريقة المجنونة. مو أنا اللي كاتبتها، مو أنا، بس المقالة موقعة باسمك وتحت إيميلك كمان. يا أختي عامل لك المادة مو إلي. طيب شو الحل هلأ؟ معناته حدا منزلها باسمك، لازم تبعتي إيميل للموقع تشرحي لهم القصة. شو اسم هذا الموقع؟ في كتير مواقع أخذ نفس المقالة وناشرتها، حطي اسمك على الجوجل بيطلع لك. الموقع الأساسي شو هو؟ ما بعرف، بدك تفتحي النت وتشوفي عن مين أخذين المقالة. طيب طيب ماشي، برجع بخبرك. سماحي بسرعة، الشغلة خطيرة كتير. ماشي ماشي ماشي.
قطعت لي قلبي. هات لنشوف شو الحكي اللي ما بينحكى على التليفون. افكارك المعده هي اللي جابت لي لهم المجموعه. شوفي شو صاير تبع موقع المعارضه، حاكي لضابط بالفرع. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. بقى شايف افكارك لوين عم تودينا؟ مو افكاري رؤوف، تصرفاتك. نعم ايه، انا دائما كنت لاقي حلول للمشاكل اللي انت بتعملها. حلولك طلع حق فرنجين. ممكن تهدى وتفهمني بالتفصيل شو صاير؟ قبل ما اهدى بحب ذكرك انه انا عينتك رئيس قسم، ما لحتى تعطيني افكار بتهوي، والا كان ممكن احط حدا تاني غيرك. ما في داعي للحكي سيادة المقدم، انت حطيتني لاني بحبك وعساس صديقك ولاني دائما بلاقي حلول للمشاكل اللي بتعملها، فما في داعي للمادة. لا انت عم تطالعني من مشكلة ولك انت عم تحطني بالمشاكل. انت لا اله الا الله، هلا رح تروق ولا شو؟ شو هاي ولا شو؟ تعال اعمل لي كفين صراحة افندي. مو قصدي، انا بدي اياك تهدى لنعرف نحلها. ولك الموضوع وصل لضابط بالفرع، يعني ممكن يوصل لرتبة اعلى. طيب انت حكيت مع صاحب موقع وتاكدت انه هو اللي حاكي؟ ما حدا بيعرف بهذا الموضوع غير انا والمساعد عندي، وهذا المساعد انا ضامنه. تذكر منيح، بلكي في حدا ثالث. طبعا المعارضة الكلب. طيب كثير منيح، اتصل فيه واساله. ما في شغل، واحد منحط حقه فرانك انا بدي احكي معه. ارجوك تهدى، لازم تحكي معه لانه بتفرق كثير. بشو؟ اذا هو اللي حاكي معناها الشغله معقده وبدها صفن، اذا غيره بينقال كذب بتنتهي القصه. عم بقول لك ما حدا بيعرف هذا الموضوع. طيب يا اخي انت دق له، شو بتخسر؟ على الاقل بنكون على بينه. اقعد بقى، بلشت فزلكه بينه وبطيخ. دق له. هذا اعطيني موبايلك، هات خليني احكي منه، بجوز ارقام الضباط تكون مراقبه. انت وقت اتصلت فيه من مكتبك؟ انتبه، بتفرق كتير، لانه اذا من مكتبك جايز تكون مكالمة مراقبة. لا 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 لا، انا هاي المكالمات ما بحكيها من المكتب ولا من موبايلي حتى، دقيت له من موبايل الحاجب تبعي. والحاجب سمع المكالمة؟ لا اكيد لا. بلكي سجل لك اياها. معقول؟ طبعا معقول. دق لصاحب الموقع وفهم اذا هو ولا لا. كيفك دكتور؟ أهلين سماهرة. شو ما في تفضلي؟ تفضلي. بوجع القلب ما؟ بتوحش. قاموس بالوحشية إذا بدك. خليني أكمل لك. كملي. ساءت حالة أمي كتير، قلت لازم طالعها بأي طريقة. خفت لا سمح الله يصير لها شيء واندم طول عمري. بعت له خبر مع الحارس، يعني 5-6 ساعات كان عنا وطالعنا. شو هاد؟ ما عم صدق شو عم اسمع. العمى هذا ما له إنسان؟ ما في بقلبه رحمة؟ ما عنده شفقة؟ رحمة شو شفقة شو؟ يعني قد ما حكيت ووصفت في شيء فوق الخيال بكتير. طيب وهلأ شو ناوي تساوي؟ بدي ساوي أكيد، بس بالأول طلعت لي شغلة جديدة مخوفتني. شو؟ هذول مقالات نازلين باسمي بالإنترنت. مقالات عن الشعر يعني؟ لا، مقالات بالسياسة. ليش انت من امتى بتكبي سياسي؟ ممكن تقراهم بالاول؟ ايه طبعا رح اقراهم اكيد. هلا لازم اخذ رايك، الموضوع كثير مخوفني. والله يا صاحبي اكلت هوا، صارت القصه كبيره وصعب تنحل، وانا شايفك انتهيت، لذلك لازم نغير كل التكتيك احسن ما نتبهدل. العمى كان بدنا منصب صرنا مجرمين، لازم يكون في اصطفاف جديد على هالحال يا صاحبي، لازم تتحرك. العمى على هالورطة.
مرتبه.